طلع لما راح شاول وبرنابا في الرحلة التبشيرية إلى جزيرة قبرص، وصلوا لبافوس المدينة الجميلة، التقوا في الوالي سيرجيوس بولس، وهذا جميل كان إنه كان رجل فهيم مكتوب عنه في أعمال 13، والتمس أن يسمع منهم كلمة الله. وهذا الشخص يعني يظهر إنه كان عالم، كمان ظهر إنه كان مرجعيات، بيقول عنه المؤرخ بليني إنه كان يعني كاتب وشخص واعي، يعني أعتقد إنه لربما قبل الإيمان، ولكن إنه النقوش اللي بنحكي عنها، هاي النقوش مكتوب عنه سيرجيوس بولس، وهذا يعني لربما في هذا النقش لما مكتوب سيرجيوس بولس ممكن يكون هذا نفسه المذكور في العهد الجديد. إذا بتسمح لي كمان أكمل على كمان واحد مذكور بالعهد الجديد في الشريحة اللي بعدها، كمان أراستوس، عن أراستوس برضو محفور، وإن كانك بتلاحظ أنه محفور وبعدين مفضى الشيء اللي حفروه فضوه، فيعني كلمة أراستوس مبين من فوق. وهذا الشخص اللي بيسميه بولس الرسول أو بينهي فيه تعبير جميل في رسالة آخر رسالة رومية، يسلم عليكم أرستوس خازن المدينة. وطبعا إحنا بنفهم من كلمة أويكونوموس اللي هي خازن المدينة إنه هذا كان أمين صندوق أو مدبر أو وكيل إلى المدينة، شخص مسؤول محترم رفيع المستوى. ولما بيلاقوا لما بنلاقي مكتوب عليه هذا النقش اللي شفناه إسا، أرستوس المشرف على الأشغال العامة وضع هذا الرصيف، هذا هو رصيف كان معمول على نفقة الخاصة، إذن لربما هذا نفسه الشخص اللي نحكى عنه يعني بالاسم بالتحديد في نفس المكان، في يعني هو كتب رسالته من كورنثوس وهذا لقوا في كورنثوس، والشخص يعني ابن كورنثوس ومسؤول في كورنثوس. لا موجود، موجود الحجر في كورنثوس القديمة اللي بروح بزور، يعني موجود، مازال الحجر موجود مثل ما هو.